كم يظل الإنسان في رحم الأم؟ أنتوا أعرف 9 أشهر و9 أيام تقريبا، مع شوية أكثر أواقل، هذا بقاء الإنسان في رحم الأم. زين، خلص 9 أشهر و9 أيام. هنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يأتوه ملائكة، هذا في رحم الأم المقدس، يجون ملائكة يقولون له: يا ابن آدم، أنت هنا ببطن أمك وجود مؤقت، أخرج إلى الدنيا. يقول: يعني شو الدنيا؟ الدنيا مكان وسيع عظيم. هذا الطفل ما يفهم يعني شنو وسيع عظيم. يقول: يعني بمقدار بطن أمي أنا مرتاح، خلوني. زين، بطن الأم بمقدار كرة سلة، مو أكثر. هذا بطن الأم. يقول: أنا مرتاح، خلوني لا تأخذوني. يا عمي ما تدري، أعد الله لك مكان. يقول: المكان يعني بمقدار بطن أمي. يقال له: بطن أمك مقابل هذاك المكان مليارات المليارات أصغر، وذاك المكان مليارات المليارات أكبر من بطن أمك. ما يصدق، ما يصدق الإنسان، لأن عقله محدود، ذلك مبلغه من العلم. دققوا شوي هنا، أجيب لكم مثال حتى يصير واضح الأشياء، بالمثال تتضح. في كتاب اسمه كليلة ودمنة، ممكن بعضكم قارئ. هذا الكتاب يذكر قضايا فرضية عن الحيوانات. يوم من الأيام، أريد الأخوات المثقفات زين الدقيقة، يوم من الأيام ماء البحر طغى، إج الماء وصل إلى حفرة، في الحفرة كانت تعيش ضفدع. ماء البحر لما صار بطغيان، سمك من البحر اجت الى حفرة الضفدع، بعدين المي صار بجز، يعني نزل المي، السمكة صارت ضيفة عند الضفدع. الضفدع قالت للسمكة: اهلا وسهلا يا سمكة، انت من وين جاية؟ قالت: انا جاي من البحر. الضفدع سألت من السمك، قالت: بحر يعني شنو؟ السمك قالت: بحر في مكان ماء كثير. الضفدع فتحت ايدينا، قالت: يعني هالقد ماي؟ السمك ضحكت، قالت: اكثر. الضفدع فتحت ايدينا ورجلينا، قالت: يعني هالقد الماي؟ السمك قالت: لا، مي البحر هواي اكثر. الضفدع المحدودة في الحفرة قالت للسمكة: معقولة يعني مي البحر أكبر من هاي الحفرة؟ السمكة قالت كلمة هاي أريد أستفيد منها، قالت: يا ضفدع، ما تفهمين ما هو معنى البحر حتى يلقوك في البحر. إذا تروحين للبحر تفهمين ما أكو نسبة بين البحر وبين الحفرة، صحيح أو غلط هاي القضية. إحنا الآن في عالم الدنيا، رسول الله يقول أكو مكان اسمه عالم الآخرة، من فهم؟ في جنة، جنة الآخر، يعني صار قضية الضفدع، يعني بمقدار الفيلا اللي عندنا هون يا عمي أكبر، أكبر يعني بمقدار النبطية، أكبر يعني بمقدار لبنان. الجواب: ما تفهمون شنو معنى الجنة حتى تدخلون الجنة. من يقول رسول الله؟ بعض الأخوات يسجلون، سجلوا هاي الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. روح الآن إلى هذا البحر المتوسط، خلوا أصبعكم بالبحر، طلعوا كم قطر يجع مي على إيدكم؟ تقريبا ما أدش قلقوا 10 قطرات. هذا البلل اللي دي على إصبعكم إلى نسبة مع البحر،
يعني البلل اللي على إصبعكم بمقدار البحر؟ لا، أكبر، لا، يقاس ولا يقاس. رسول الله يقول الدنيا كلها مقابل عالم الآخرة مثل هذا البلل القليل على الإصبع. أكرر الرواية، قال رسول الله: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. بما يرجع، هل كل ما يقول لكم يا حجية في عمل جدا عظيم اعملي تحصلين جنة؟ شو الجنة؟ أنا يكفيني فيلا يعطوني بالجنة. ما يعطي، ما يكفيكم. إذا يعطوكم جنة أكبر من لبنان ما يكفيكم في عالم الآخر. هنا البحث طويل. شوفوا أخواتي، هذا الطفل في بطن أمه يقول أنا يكفيني هالمكان، أنا مرتاح، خلوني في بطن أمي، لأن عقل مو ناضج. الملائكة يقولون لازم تطلع إلى الدنيا، يقول الدنيا بمقدار بطن أمي، قضية الضفدع على تنسوا، فيقولون له الدنيا مقدار، إذا تطلع تفهم يعني ما هو الدنيا. ما يريد يطلع بالقوة، يطلعوا بالقوة يدفع. هنا يتمسك الطفل، ياخذ يقلص اطراف رحم الام، الام تحس بالالم، هذا اللي بدون الطلق، تحس بالطلق تصيح، لان الولد يريد يطلع، ما يريد يطلع. الملائكه يدفعوه بالروايه فيخرج باكيا، لان ماخذين من مكان مرتاح الى مكان هو يتصور غير مرتاح، يخرج باكيا. هنا كلام أمير المؤمنين، اسمعوه: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سروراً.